معكم احمد المزيق سائق من شركه ديال اس او اس مندوب الاجره ممثل عضو في المكتب النقابي. الاخوان اليوم مجتمعين على اساس المشاكل اللي كاينه داخل الشركه. الاخوان كيعانيو من العديد ديال المشاكل من المطالبين اللي صارين عليه هذه المده ديال 5 سنوات ولحد الساعه مازال ما تحققت فيه حتى شي حاجه. يعني كنتمنوا من السلطات باش تدخل في هاد يعني هاد المشاكل اللي كيعانيو منها العمال وترتا السوفي اللي باستمراري وترتا السوفي اللي طارت ليه انا شخصيا على ميونه الشهر وانا مطروب. كنتمنى من المسؤولين المعنيين بهذا الملف يعيدوا فيه النظر يعني باش نرجع للعمل ديالي. تعرضت للطرد نهار 8 مارس. وعلاش تعرضتي لهذا الطرد هذا؟ لان كنت قلت للشركه خصهم يصلحوا لي الكاميو راه ما فيهش سيلندر ديال الفران. قالوا لي لا غادي تصوب بحال هكا ما بغاوش يديروا التكلفه ديال يعني التكلفه ماديه خصك تصوب الكاميو واخا خاسر والا بغيتي تخدم ما بغيتيش تخدم راه كاين واحد اخر باغي يخدم هكا ولا المهم هكا كيفكروا هما. انا قلت لهم نظرا للسلامه ديالي والسلامه ديال العمال والسلامه ديال المواطن هذا الكاميو غير صالح للاستعمال اليومي وبالتالي يجب الاصلاح. الا ما صلحتش الكاميرا راه يعني غادي نخاطر بنفسي. انا ماشي رفضت العمل انا كنطالب باصلاح شاهين. هما يعني المسؤوله المحليه ما كنتش جات ليا المحكمه القضائي دارت المعاينه بان راني كنتواجد في المرآب وما خرجتش للعمل. فعلا انا كنتواجد في المرآب ولكن اللي كيرفض العمل واش ما واش كيفيق في الصباح بكري باش يمشي يتوجه للعمل ديالو. انا فقت كيف ما هذا بالتوني ديالي المسائل ديالي ضبطت الوقت ديالي تمايا كما عطوني كاميو باش غادي نخدم عطوني كاميو ما فيهش سيلندر ديال الفران. واش غادي نمشي بكاميو ما فيهش سيلندر ديال الفران نخدم ما يمكنش. يعني نظرا للسلامه ديال الجميع ما بغيتش نخرج بهذا الكاميو هذاك اليوم عطوني كاميو اخر نخدم به. هذا الكاميو هذا ما غاديش نخرج به. المهم سي المسؤوله مشات جات لي المفوض القضائي نهار 4 في تاريخ 4 مارس نهار 5 و6 مشيت خدمت بكاميو واحد اخر عطوني كاميو اخر صالح خدمت به. نهار 7 جابوا لي السيد قالوا لي غادي تلتحق بالاداره باش دير محضر استماع. مشيت للاداره درت محضر استماع ما في حتى شي حاجه يعني محضر عادي كيسولوني علاش ما خرجتيش طرحت المسائل اللي هي قانونيه وكاينه في محضر استماع. داو محضر استماع حطوا على مستوى ديال المندوبيه ديال التشغيل باش يعيدوا فيه النظر. فاش المندوبيه ديال التشغيل عدت النظر في الملف ما لقيت فيه حتى شي حاجه اللي كتثبت باش ياخذوا القرار ديال الطرد ديالي. رفضوا ليهم المدير ديال التشغيل رفضت الاداره العامه قلت لهم راه السيد ما خصكمش تردوا يعني ما كاينش شي حاجه شي سبب مقنع باش تردوا السيد. هادو هما خداو الاجراء اللي بغاو وصيفطوا الطرد. يعني تجاوزوا المفتشي ديال المندوبه ديال التشغيل السلطه ديال البلاد ما كيحترموا حتى شي حاجه. يمكن ملف المطلبي يعني ديال الاخوان بالخصوص الماده 184 اللي كتنص على 161 ساعه ديال الاخوان ديال المكنسه اللي تم الاجتماع ديالها في شهر 7 ديال 2015 بحضور السيد عامل اقليم خميسات اعلى سلطه في البلاد وحسموا في هذا القرار يعني راه غادي يطبقوا الى حدود الساعه ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. كنطالبوا من المسؤولين المحليين على مستوى الخميسات يدخلوا فيها من اجل الناس ديال النظافه راه مقهورين مع هذه الشركه ديال الاس او اس. الناس اللي خصهم في الوقت اللي خصهم يعني اكبر الجزاء وياخذوا بالعين الاعتبار ديال العمل اللي كيقوموا به يوقفوا معاهم راه ما كاين حتى شي حاجه. هادشي اللي كنتمناو وشكرا.